إذاعة جدة تقدم إطلالة. معكم في إطلالة فريد مخلص ومحمود إدريس. سيدات والسادة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ضيفي في هذه الحلقة ضيف غير، أحلى من جدة غير. أي نعم، هو صديق عزيز، رصيده ملايين من المحبين. عندما طلبت منه أن يكون ضيفا معي في إطلالة، حقيقة ما اعتذر ولا ناحلني ولا نشف ريقي، وإنما رحب. ليه؟ لأنه يعشق إذاعة جدة، ونمون على بعض يعني حقيقة. باسمكم جميعا أرحب بفنان العرب الفنان محمد عبده. أبو نورة، مسيك بالخير، كل سنة وانت طيب. يا هلا يا هلا حبيب، هلا أبو محمد، هلا حياكم الله، هلا هلا بالحبايب. يا هلا، الله يسلمك وبارك فيك. فرصة طيبة، يعني يمكن تقريبا سنة ما شفناك، وربي طالت الغيبة. اي والله. والمشكلة انه احنا كنا متعودين دائما لقاءات يعني متداولة كل 10 ايام كل اسبوع، لكن ما عليها، الحياة اخذتنا كذا شوية، وكنا مشغولين، وكنت براجع كثير لاعمالي في خارج المملكة. الله يعطيك الصحة والعافية، يعني ما شاء الله عليك، يعني حتى في رمضان يعني برنامجك ما تغير، يعني تقوم قبل الظهر تتابع أعمالك بنفسك، شيء حلو والله. شوف، رمضان بالذات إذا ما تخرج في الظهر ما تحس إنك صايم. يعني إذا ما تشوف النهار وتشوف الشمس وتشوف وتعرق وتكد، ما تحس بالصيام. وبعدين كمان تشوف الحبايب والجماعة اللي تشوفهم كنت في الفطر، تشوفهم في رمضان على حقيقتهم في النهار. شوف، هو حموقي ولا هادئ ولا حموقي ولا بيتصنع. فيعني أخلاقه جوهره بيبان في نهار رمضان، بالذات في العصر، في العصرية يعني. بالذات في الفراء. الله يرحمك سامي حسان رحمة الله عليه. أبو نور، أنا بنرجع بذاكرتك كده إلى الهنداوية والنزلة وذكريات رمضان، ماذا تبقى منها؟ طبعا شوف، رمضان يحيي عندنا ذكريات عظيمة جدا، ذكريات الصغار، ذكريات الحارة، ذكريات حتى الانتاج الفني. يعني الآن بيلوموا كثير من المحطات أو التلفزيون أو الإذاعة، وأنه هو موسم لكل شيء. يعني رمضان موسم لكل شيء، للعبادة، موسم للثقافة، موسم للإنتاج، كل يعني الإنسان يكون مشحون طاقة وحيوية جدا على أساس أنه هو ينتج. يعني مسارح التلفزيون، مسارح الإذاعة كانت كلها تتم في رمضان. يعني خط العبادات يعني متواصل مثل خطي قطار المتماثل مع الإنتاج ومع النشاط ومع الفن يعني. لكن أنا أبغاك تعود لي بالذاكرة للهنداوية، كيف الوالدة كانت يعني ترسلك مثلا تجيب حاجة، مقاضي، سمبوسك، تجيب قطايف، ترسل، تجيب من أحد سهراتكم كنت تبيع بليلة أنت؟ كنت أبيع بليلة، كنت أبيع شرشو وبطاطس. بطاطس، وفي رمضان بالذات كانت يمكن في حاجة بتنضاف إلى 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 برزة العيد، إحنا نسميها البرزة، يسموها في الألماسية. الألماسية يسوي كبسي يعني كده ماسية. لا، الألماسية هذه تجي يعني زي الجيلي حمراء، ويرش عليها شربيت ونسميها الأقر. ايوه، هي بالضبط. يعني تتبيع هذه كلها ما شاء الله؟ ايوه طبعا. طب مين يسوي لك هي؟ الوالدة رحمة الله عليها. رحمة الله عليها. وبكم تبيع الصحن؟ بكم تبيع؟ والله شوف، هي يعني هلالة هذيك الأيام، بس الهلالة بتجيب. يعني تجمع الهلالة مع الهلالة تجيب لك
يعني ريالات يعني يعني الغلة كلها تطلع لك حوالي يمكن في اليوم 15 ريال كده كويسة حلو في الليلة يعني انت بتبصر يعني بعد العشاء ايوه الغلة يعني طيبة 15 ريال تاخذ 15 ولا تديها لأمك؟ لا طبعا احنا لازم نسدد الديون حقتنا نسددها وبعدين الوالدة رحمة الله عليها اللي هي مثلا شراء المقاضي ولا ايش شراء المقاضي طبعا ايه دحين في بعض من القرايب بيسوي الحاجة هذه بيمر من أولادهم معانه ما كانوا في حالة عوز زينا زمان إيه؟ بيعود أولادهم على أساس أنهم يبيعوا ويشتروا في رمضان ويعلموهم كيف البرزة ولا عشان يقول لك يعني لما يكبر يصير يعتمد على نفسه ويعرف قيمة القارش ويعرف كيف بالضبط وهذه عادة كويسة جميلة جدا بشوفها في البلد أنت قديش تجمرك من الـ15 ريال؟ لا 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 تقول لي لا لا لازم تجمرك والله ما أجمرك الا هذه الحاجه تعرف ليش هي لمين الفلوس يعني لا يعني انا يعني انا واحمد عبده رئيستنا امي بس احمد عبده ما كان عنده حماس للبرزه ابدا يعني بس ياخذ صحن بليله كده ويمشي وانا بيني وبينك اخذ بس اخر واحد زي مثلا نهايه البرزه بعد يعني بعد التراويح يمكن بساعتين كده بنبشك والتراويح كانت ديك الأيام بتنتهي نحن كنا نصلي صلاة العشاءين المغرب والفطور وبعد يمكن نص ساعة كده تقوم صلاة العشاء نصلي العشاء والتراويح وعلى طول نخرج للبرزة بعد ما نخلص البرزة يكون باقي شوية بليلة يكون باقي شوية أشياء دي خلاص جبرت, يعني جبرت. طيب وأنت ابن السادسة يعني توفى والدك رحمة الله عليه ترك حمل ثقيل لوالدتك خالة سلمى الله يعني يتغشاها برحمته حدثنا عن معاناة والدتك عندما يعني بعد رحيل والدك أشوف أبويا لا ما مات وأنا في السادسة مات وأنا في الثانية ونصف من عمري سنتين ونصف يعني ما أعرفه أنا وكانت عنده صورة معلقينة في البيت يقولوا كده يعني ولكن كانت أختي كل ما كانت وتخرج الغرفة يقولوا يعني أنها كانت بتقعد تبكي وتنكد على زوجها فأخذوا الصورة كسروها خرجوها من البرواز وحرقوها واحنا ما شفناه ما عرفناه يعني طيب ما في اللي الصوره دي بس هي كانت حقة البحر صوره حقة مخدينه من الفسح حق البحر يعني انا ما اعرف ما يعني ما اتخيله ابدا يعني مع اني انا اتذكر اشياء وانا عمري سنه الحمد لله ربنا اعطاني ذاكره لكن ابويا ما عاش معانا لانه كان في البحر على طول والوالدة كانت والدك ووالدتك والكل في الكل هي في البيت يعني انت عارف ستات البلد كيف يعني ستات البلد زمان كانوا يعني عصاميات بالذات امي يعني رحمة الله عليها كانت مرأة قيادية وكانت يعني عانت كثير في حتى مع زوجها ابوها كان غني والغني والله وكان عنده ميسور تقول في ذيك الايام ميسور يعني في القرية عنده بلاد عنده حقول عنده البار يعني عنده بقر عنده جمال عنده غنم عنده وكان ابوها من اشهر الناس اللي بيداووا بالاعشاب الطبيه اللي يسموه الطب البديد للايام وما كان يزوج بناته الا لناس يعني معسرين يعني كان ياخذ مثلا أولاد اللي بيشتغلوا عنده ويربيهم ويزوجهم على بناته يعني الغني بيزوج الفقير يعني التكافل الاجتماعي أو التكامل يعني بين بعض حلو 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 طيب رحيل والدتك رحمة الله عليها ترك فراغ ما في شك أنه كبير في حياتك أصبحت شقيقتك الكبرى يعني فاطمة رحمة الله عليها هي الأخت وهي الأم وهي الكل في الكل في حياتك تحدثنا عن دورها الذي كانت تقوم به بعد وفاة والدتك كانت أمي شايلة كل حاجة لا بعد وفاة لا بعد وفاة والدتي لا
هي بس كانت في أثناء يعني تربية والدتنا كنا يعني والدتنا قاسية جدا يعني في التربية، يعني ما كانت تضرب لكن كانت تكسر. ها؟ تكسر يعني تضرب في الركب، تكسر الواحد يعني تحسول يعني. فكانت قاسية جدا في تربيتها يعني لنا، في ضربها يعني تسكت بس تضرب، لما تضرب تضرب يعني تلمها مظبوط. فكانت قاسية جدا، فكان لازم واحد يحتاج انه يطبطب علينا، عارف كيف؟ يطبطب علينا، يواسينا، يصبرنا. فكانت اختي فاطمة رحمة الله عليها هي ماسكة هذا الدور العظيم جدا، فكنا نلجأ إليها عندما نبكي، نلجأ إليها عندما نشكي، نلجأ إليها عندما مثلا أمنا تطفش مننا، تطردنا مثلا، تكففنا. فهذه كان دورها إن هي تطبطب علينا يعني صدر الحنون لكم. نعم. أبو نور، أبغى أسمع منك قصة الطشت اللي شلته من بيتكم لبيت فاطمة عند محطة أبو الجدائل. كيف حطت ابو الجدائل؟ وهذا علي قال لك يا حبيبي. من علي. شوف اقول لك، انا كل يوم كانت رقبتي تنغرس في صدري يوميا من شالة التبسي حقه الشرش والبليله والهذه. انا كنت ولد نحيل جدا وضعيف جدا. لا دقيقه، هي الحين الشرش والبليله في ليالي رمضان ولا طول السنه؟ طيب طول السنه يا ابوي، يعني خصوصا ايام تعرف ايام العطل الدراسيه. العطل الدراسيه هي العطل الدراسيه يعني كنا دائما نسويها. فكانت فعلا رقبتي تنغرس في صدري من تقل التبسي اللي كنت اشيله من البيت لغايه ما نوصل للبرزه. لا، في طشت لسرت فيه توب وغتره عشان تحضر فيه، لانه الوالده كانت الله يرحمها زعلانه منك كده، وانت تبي تحضر مناسبه وما عندك الا توب واحد، وهي اخذته وغسلت لك الثوب وغسلت لك الغترة. كيف؟ ايوه يا حبيبي، بس الثوب الغترة ما يغرس الرقبة في الصدر. لا طشت ولا طشت، طش نحاس. لا بس الودة الله يرحمها كانت يعني هي يعني تجهزك وتسمي عليك وتدعي لك انه الله سبحانه وتعالى يوفقك في المطروح. محمد حبيبي، فريد حبيب، شوف الوالدة رحمة الله عليها، انا اقول لك كانت عندها احوال يعني من نكون احنا تقسو عليها الحياه، وتكون مثلا يكون عبء ثقيل عليها في الخدمه، لان بس ما كانت تخدمنا احنا كانت كمان ايضا تقوم بخدمه الناس عشان تحصل مورد عشان تكفينا. ولذلك كانت يعني برضو زي ما كانت بتربينا كانت بتربي عيال الجيران. يعني عيال الجيران كانوا بيجوها ويسيبوا مثلا يروحوا اعمالهم، واللي عنده شغل عنده شغل، ولا اللي عندها شغله وتبغى هذا هي وديها لسلمى وتقعد يقعدوا عندها، يعني زي ذي الايام اللي يسموهم البيبي سيتر. اي زي الحضانه. ايوه يقعدوا عندها، نكون احنا في المدارس وهم البذور الصغار عندها مثلا. فكان يعني كان عبء كبير عليها، فكانت معها حق يعني تقسو علينا في بعض الامور التربويه والجزائية. فرحمة الله عليها كانت هي اللي بتغسل هدومنا، حتى رحمة الله عليها كنت أنا أتألم لما أشوف أصابعها منفخة من الغسيل. ديك الأيام أنت عارف الغسيل كان باليد، الطشت حق الغسيل والتفوير، وكان أأذى ما يؤذيها اللي هو المساحيق التنظيف اللي فيها كيماويات هذه. فكانت تدمي أيديها مسكينة وتتنفخ ويخرج منها الدم. فأنا لما شفت المنظر هذا كنت قعدت أبكي وقلت لها أنت خلاص بعد اليوم ما حتشتغلي على الغسيل هذا ولا حتحطي يدك فيه أبدا، احنا نغسل بنفسنا وانا انزل اشتغل. وفعلا انا يعني بدات اشتغل وانا ابن السابعة في عمري، بدات اشتغل عشان كله علشان اشيل عنها شويه من ثقل الهموم اللي عليها والشغل اللي عليها. أنا بسمع منك قصة الجن اللي كانوا صالح
الصالحين اللي كانت الوالدة تتكلم معاهم. وبعدين ما أدري أنت كنت تتكلم ولا كنت خايف وترتعد من الخوف لما تشوف الحوار بين الجن والوالدة؟ ترى هذا صحيح، مو هو لعب. يعني معظم بيوت البلد جدة، في جدة السور، معظمها مسكونة، ولكن في تلك الفترة كنا مفروض مننا وملزمين أن نصادق مع الجن ومع العفاريت. فين حنروح منهم وفين حيروحوا مننا؟ فخلاص يعني طالما مرغمين فعبودتنا الوالدة أن نحن نتصاحب مع تقول هذول مخاوين، يعني خلاص هم ساكنين معانا، ايش نسوي؟ فلازم احنا نصادق معاهم وما نخاف منهم، وناس صلاح، امشوا يا صلاح بالله، يا روحوا خلونا ننام، هيا بالله يا جماعه لا تلعبوا في الاباريق، كانوا يملوها في الليل واحنا نايمين نسمع صوت الابريق يتملى، يا مين فيه كلنا نايمين. بالله انت صغير عمرك 6 سنين 7 سنين تسمع والله ما تخاف؟ والله ما تخاف؟ هي عودتنا الا نخاف. يا سلام، هي عودتنا، ولا احنا اطفال لازم كنا نخاف ونرتمي في حضنها من الخوف، لكن هي علمتنا انكم لا، وكانت يعني عندها رباطه جأش فظيعه، وكانوا الجن يسمعوا منها حقيقه، هي خلاص اصروا خلونا ننام روحوا ناموا، يقوم يسك البزبوز يروح ينام، يروح ينصرف. من اجمل اللقاءات اللي سمعتها لك يعني لقاء اجراه الزميل محمود سعد البيت بيتك، لما تحكي له كيف كنت تنام في السطح انت والوالده واخوك واحلام اليقظه تبدا تجيك، تقول لها يا امي انا شايف اني انا حبني لك قصور واني انا حاصبح انسان مشهور، ويقول لك ازاي تبني قصر وانت ما تعشيت. حقيقة هذه حقيقة ابو محمد، يعني كان عندي انا اللي يسموني نجمي كشاف. طلع انا عندي كمان واحدة من البنات نجمها كشاف، نفس الشيء طالع في النجوم تعرفها. فكنت فعلا احنا كنا ننام في السطوح، ما في عندنا لا غرف ولا ناموسية، في الناموسية في ولا كهرباء، يمكن ما في كهرباء، الا في كهرباء ابو زنادة. كهرباء ابو زنادة هذه كانت مشهورة جدا في حارة اليمن، هو الوحيد كان يجيب مواطير من برا ويأجرها على المحلات الدكاكين ويعطي للرباط والأربطة حقون الخير هذا طولهم سلك. سلك. أيوة، ولمبة حمراء كده وتروح وتيجي وتروح وتيجي وتروح، يعني كزي الفوانيس يعني شكلها. هذه لمبة زي أم صفر ديك الأولانية. أيوة يعني بالضبط زي كده. وطفي كمان من بعد المغرب، يعني على طول خلاص طف بعد المغرب خلاص طفي هذا، ما في أحد في عازلة. الكوي ديك الأيام زي ما أنت عارف من كوات الفحم. وما كان أحد يستخدمها، بس لأنك تشوف أنت من المغربية لغاية بعد العشاء، لغاية العشاء كذا بعد العشاء الناس كلها نامت، كلها نامت. فكنا ننام في السطوح، وكنت فعلا يعني عندما أستلقي وأطالع في النجوم، أطالع في السماء الجميلة اللي افتقدنا رؤيتها الآن في ظل الكهرباء والكشافات واللمبات والأنوار الساطعة هذه، افتقدنا شكل النجوم اليوم، هذه ما نشوفها، كنا ما نشوفها فعلا. فكان منظر جميل انه الواحد يشوف السماء ببروجها ويتأمل فيها. وكان الواحد فعلا يسرح، انا حسويها، انا كنت اقول حسوي يا امي كذا 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 كذا. انما الغريب في الموضوع انه والدتي رحمة الله عليها قبل ما تتوفى كنت انا مسوي فيلا في الروضة، فكان فيها جنينة كبيرة، وشلتها خرجتها سويت لها سرير برا اللي كانت في الغرفه، وشلناها وديناها في هذا في الجنينه. فجلست تطالع يمين تطالع شمال، بعدين قالت لي شوف يا محمد انت كنت تقول لي كذا وكذا 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 وحتبني لي وسوي لي فيلا وسوي لي مدري ايش وسوي، كله اتحقق، بس جاء في وقت انا ما عاد بشوف شيء. فعلا هو كان نظرها كف يا الله لما جات قبل ما تموت رحمة الله عليها بكم بمدة كده قصيرة، يعني شهرين ثلاثة أربعة. قالت لي بس شوف كل اللي قلته تحقق، بس أنا للأسف الآن ماني شايفة شيء علشان أتهنى بي وأستمتع به. كانت هذه أثرت في نفسي كثير، أني أنا فعلا ما شفتها. قلت لها شوفيها إن شاء الله يا حبيبتي وتصيري طيبة وتفتحي وإن شاء الله ربنا يشفيك وتشوفيها، وأنا في قلبي أقول لها يعني أقول إنها إن شاء الله تشوفها في الآخرة.
إن شاء الله في الآخرة إن شاء الله. كنت بتقول لي زميل محمود سعد لما كان بيقول لك انت كنت بتقول له انه انا كنت بناظر النجوم واقول لامي اني انا حكون مشهور، يقول لك يعني تصير فنان؟ تقول له لا مش عارف. اللي بدي اقوله انا انه في هذه المرحله ما كنت اطلاقا انت تفكر في انك هتكون في الفن او في عالم الفن تماما. في الفتره اللي كنت بحلم فيها وبقول لها ما إيه؟ كنت بقول لها انا هصير انسان مهم. يعني حصير انسان مشهور، يعني هتشوفيني ماني مو الولد اللي انت بتشوفيه دحين في الحاره الصغيره هذه، ولا يعني في الهيئه او الوضع اللي احنا فيه. ابو نور، هذه سيدي هات، انا امس كنت مستضيف الزميل علي داود وبعدين حضرنا له بعض حبيبي يا علي. فشوف يعني هذا برضو حبيبك طاهر زمخشري، عامل معاه لقاء علي في سنه 96. ايوه لقاء بالمره حلو. خفاجينا عامل معاه في نفس السنة برضو علي لقاء، وهذه مقابلتين لك، واحدة بدر كريم في عام 92 بس للأسف يعني حصلنا شريط والشريط الثاني تمسح. وهذا هنا يعني الغالب كامل ومريم الغامدي عملوا لقاء في البيت عندك، ما أدري كانت تتذكر غالب كامل. إيه تمسح عليه، كل عام وانت بخير يا غالب حبيبي. فحبيت أن أجيب لك إياه لأنك أنت تحب تحتفظ بالأشياء هذه. ونرجع نحن حديثنا، برنامجك الرمضاني دحين كيف؟ البرنامج حقيقة لا يختلف كثير عن سابقه، بنجتمع كلنا عائلة واحدة، يعني بنحرص أن نكون أكثر من أيام الفطر، نكون ملمومين أكثر في، يعني يمكن إحنا في أيام الفطر نجتمع واحد يوم اللي هو يوم الجمعة مع بعض، يمكن بعض الأيام في الأسبوع مع بعض، لأنه الدوامات بتختلف، المدارس بتختلف. في رمضان عادة لازم الإفطار والسحور مع بعض، يعني الأسر والأولاد والأحفاد وأحفاد ما شاء الله الأحفاد، والسفرة ما شاء الله ما تشوف آخرها. فلذلك هذه أهم مظاهر عندنا بالنسبة لرمضان، أنه يكون الاجتماع الأسري الحميم موجود، يعني بشكل يعني كل أن يحبه يعني ويحرص أنه يكون متواجد فيه. أبغى أعرف المائدة حقت الإفطار إيش يعني أبرز ما فيها يعني. أي شوف عندك مثلا، إحنا عندنا مثلا كل بيت، إحنا مجتمعين يعني في بيت واحد شبه منفصل شبه متصل، من الداخل متصل من الخارج منفصل. يعني فلذلك تكون هذه جايبة من عندها صحن الشفوت، هذه صحن السمبوسة، هذه صحن فيها مثلا الفول، هذه عاملة مثلا اليوم سمبوسة بوف، سمبوسة دي عاملة سمبوسة مثلا هندي، يعني تختلف يعني. فتلاقي الصفرة ما شاء الله تبارك الله منوعة جدا، حتى الشوربة بتلاقي فيها شوربة مثلا شوربة برمة ولا شوربة كلها حب، بس أنا ما هذه مطبوخة في حاجة اسمها برمة زي معروفة البرمة أي فخار، وأخرى مطبوخة في قدر مثلا وخصوصا القدور التوت والقديمة حقة الطبيخ. انت عندك قدور توتو قديمه؟ طبعا. بس باقي لك قدور هندي اسوي فيها كمان، اسوي فيها الرز الحمص والكابلي اي هم ولا يصلح الا فيها. رحمه الله عليها، هذه من تركه الوالده، عندها القدور هذه ومرتتها لنا والصحون موجوده الى الان. يا سلام. طيب حتى هدوم الوالده رحمه الله عليها موجوده، اخواتي بيلبسوها كانوا، وموجودة ورثوها لأولادهم، لأن أمي كانت رحمة الله عليها ما تشتري شيء مفصل، تشتري بالطاقة، تشتري يعني كده بالهنداسة ديك الأيام، وتيجي تخيط ملابسها بيدها. وكانت من الغرائب حقها الطريفة أنها كانت أشياء كثيرة كانت تجيها، وخصوصا لما أنا صرت مشهور فتجيها هدايا، فكان عندها صندوق سيسم تحط فيها الهدايا هذه، كل ما جات لها هدية تحطها،
فبيتملى الصندوق ما شاء الله. فهي تيجي مناسبات عند الناس فهي بتروح ترد لهم الجميل. فمرة من المرات راحت الناس عشان ترد لهم هدية فرجعت لهم نفس اللي جابوها. إيه. وكيف عرفتوا إيه. هم قالوا لك هم مساكين جو وا يا ام محمد ايش فيك ما عجبتك الهديه رديتي لها. قالت لهم واي هي رجعت لكم. رحمه الله عليها. رحمه الله عليها. طيب وبعدين الحصيده هذه حقت صندوق السياسه مين استولى عليها انت؟ لا هي طبعا رحمة الله عليها هدت. تعرف دي قبل مرضها يعني بسنة تقريبا يعني وهي مريضة يعني عانت في المرض سنة أو أكثر. فكانت رحمة الله عليها ما عاد تعرف حتى الفلوس كيف يعني. هي كانت حريصة جدا أول على الفلوس وكانت يعني تعطي بقدر يعني يعني مهي مفرطة. فلما مرضت وكف نظرها صارت ما تعرف الريال من الخمسين والخمسين من المية. فصارت بس دخل يدها في تحت المخدة أنا كنت أحط لها فلوس دخل يدها مثلا أحصل في يد البزورة على خمسين ومية ريال واحدة. نفس الشيء يعني السحارة أكيد اللي كانت عند صندوق السياسة مراح أيضا للشغالات والهذا تفرقها تعطيها. السيدات والسادة لحوارنا مع فنان العرب الفنان محمد عبدو بقية. غدا بعون الله نكمل هذا الحوار. دمتم بخير. إلى اللقاء.